طيب خلينا اقول لكم ماذا يحدث الان في الاسكندريه. عمرو زكي الاول. عمرو زكي الافضل لعمرو انه يعتزل من الاخر كده، لانه وانا قلت الكلام ده من زمان، انه انا فاكر، انا اسف بقى هقول حاجه يعني، الله يرحمه دكتور مصطفى الشرقاوي كان عندنا لعيب زميل لينا كبير يعني، وتعددت اصاباته في الركبه، فكان دكتور مصطفى الشرقاوي كان بيجي النادي الاهلي عندنا على طول، فقلت له يا دكتور الولد والعيب وعايزين نستفيد منه بتاع، قال لي انسى. قلت له ايه؟ قال لي ركبته عجوزه. قلت له يعني؟ قال لي هو سنه كام سنه؟ كان ساعتها مثلا 29 28 حاجه كده يعني. قال لي ركبته عندها حاجه و60 سنه، انسى خلاص وما يقدرش. وبالفعل ما قدرش واعتزل في نهايه هذا العام يعني، اتنقل لنادي صغير لعب سنه وبعد كده ما كملش يعني. فعمرو زكي انا اتصور انه نفس الامر، في امور خارجه عن الاراده، منها كثره الاصابات، فعمرو ركبته بقى عندها مشاكل كثيره جدا جدا جدا، والدليل انه يعني لما راح مضى في الرجل المغربي ما قدرش يلعب لانه راح المانيا عشان يعمل عمليه، ثم حاول يروح الرفاع البحريني، اعتذروا له واكثر من نادي، وحتى تجاربه الاحترافيه كلها لم تبوء بالنجاح. هو عمرو دلوقتي جاي عارض نفسه على الزمالك، ومجلس اداره قال له كشف طبي وامور. عمرو زكي حالا ابدا خد دراستك التدريبيه وابدا فكر في مستقبلك، مش هتفضل لعيب كره طول عمرك، اعتزل اعتزل، خد القرار، خلي عندك شجاعه القرار لانه رجليك مش هتطوعك، خد شجاعه القرار واتكل على الله وابدا مشوارك التدريبي لانه ركبتك مش هتشيلك. انا متاسف في هذا الكلام، ممكن يلعب مباراه يبقى زي الفل ومباراتين وبعد كده يغيب 10 12 مباراه، هي قصه كده، تقدر تلعب مباراه او مباراتين، ولعب مباراه غانا وسجل هدف وكان كويس، لكن بعدها غاب مره اخرى.